افضل مدافع في كابتن مصر الموسم الثاني هو ابراهيم شعبان. وطبعا ابراهيم لعب النهارده ماتش الفاينل كلاعب نص ملعب ديفندر ارتكاز، بس انت كنت بتلعب قبل كده قلب دفاع. مبروك ابراهيم. النهارده معانا كابتن وائل رياض تيتو. الكابتن وائل رياض طبعا يعني من نجوم مصر الكبار، ودوره دلوقتي طبعا مع منتخبنا يعني مفيش حد يغفل عنه، ولكن اللي لازم كل الناس كمان تكون عارفاه ازاي حضرتك ان كابتن وائل حماه هو الكابتن ثابت البطل، والنهارده فريق كابتن ثابت البطل هو اللي حصل على لقب كابتن مصر، فتحية خاصة جدا للكابتن وائل رياض. حصل له حاجه راحت خرج بره وبعد كده مبروك يا رجاله، وشكرا لكل الناس اللي تابعتنا، وشكرا لكل الدعم.